كيف ننمي الجانب الثقافي والجانب المالي في شخصية أطفالنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم. تربية الأطفال عمل شاق جدا وممتع ومتعب في نفس الوقت، نبذل جهد كبير ونجرب طرق كثيرة ونقرأ كتب كثيرة، وبعد هذا كل جهدنا نبذله من أجل أن نستخرج الكنوز من أبنائنا، لأن أبنائنا كنوز، كل واحد أودع الله فيه قدرات ومهارات ومواهب، ممكن نقول مختلفة. إذا استطعنا الوصول إلى هذه المواهب خرج عندنا أشخاص عظماء، رجال مفيدون مؤثرون مصلحون في أمتهم، وإذا ما استطعنا هذا بقدر فشلنا يتعب ولدنا في حياته ماليا دينيا نفسيا روحيا جسديا وهكذا. من أهم الأشياء اللي تنمي شخصية الطفل وتنمي الذكاء وقدرته توجيهه للمطالعة، لكن كيف سنجعل الولد يقرأ؟ لا نستطيع أن نجبره. بنفس الوقت أيضا تنمية الثقافة المالية، فوجدت طريقة هي أن نربط دخل الطفل بالقراءة، كل ما قرأ أكثر كل ما أعطيناه أجرة أكثر، فيأخذ أجرة على القراءة. كيف يأخذ أجرة على القراءة؟ ممكن يكون عندنا خيار أن يضع خط تحت كل شيء قرأه، بالتالي نعرف أنه قرأه، وبقدر الصفحات التي خطط تحتها يأخذ أجورا. هذه طريقة. الطريقة الأخرى مفيدة أكثر، نكلف طفل بأن يسجل كتب صوتية تناسب عمره، هو يختارها أو نختارها نحن وهو بالتشارك، يعني هو يطلبها نحن نتناقش هل هذه مناسبة أم لا، لماذا اخترتها وهكذا، يعني نختار شيء هو يحبه ونحن نرضاه، وأيضا هو يقرأ ويسجل صوته أثناء القراءة ويعطينا هذه الصوتيات، نحن نسمعها فنستفيد لأننا نسمع كتب صوتية، أيضا نتأكد من أنه يقرأ. ثالثا على قدر قراءته يربح المال، وبالتالي يتعود على أجواء العمل ويتعود على الالتزام، ومن خلال القراءة يتعود على التفكير بعيد الأمد ويتعلم شغل أمور جديدة. وبنفس الوقت أيضا نساعده نحن على اكتشاف مواهبه من خلال اختيار المواضيع التي تناسب مواهبه. لأجل هذا طبعا إذا أردنا أن نطلب من الطفل أن يسجل صوته، الآن سأقول ماذا أفتح، إذا أردنا أن نطلب من الطفل أن يسجل صوته سيأخذ مننا الجوال، وإذا سيأخذ الجوال سيسجل دقيقتين ثم يفتح الألعاب ويلعب. لأجل هذا وجدت من الأمثل هذا الجهاز، وهذا الجهاز هو عبارة عن USB لكن بنفس الوقت يسجل الصوت ولا يفعل شيء إلا تسجيل الصوت، وبالتالي الطفل نضع عنده هذا الجهاز يعمل من خلاله كجهاز عمل، إن عطل الجهاز دفع سعره لأنه عطله، وإن لم يعطله يعني هو أداة عمل ليس ملك للطفل وإنما ملك لنا، هو يسجل من خلاله ويرسل إلينا ما سجله. وأيضا الطفل لما يسجل ما يقرأ ويقرأ بصوت عالي يكون تركيزه على القراءة، نعم صعب جدا، يكون تركيزه على القراءة أكبر بكثير من إذا كان يقرأ بشكل صامت. وأيضا هذا الجهاز ما فيه أي شيء يلهيه ويشغله عن القراءة. الجهاز أنا أول مرة أفتحه ما كنت أعرفه من قبل، وجدته في الإنترنت، هذا هو الجهاز، جدا صغير، حجمه 16 جيجا، يسع كم ساعة. من هنا نقوم بفتحه هكذا، وهنا رفع الصوت وخفض الصوت، هو الآن يسجل أم لا؟ طيب هكذا، بسم الله، والله ما أدري كيف يعمل. ومن هنا السماعات، قالوا نستطيع أن نسمع تسجيل الصوت ونحن نستخدمه، نجرب السماعات ونسمع هل يسجل أم لا. معه ميكروفون؟ لا، معه وصلة USB، هذا هو، نضع هكذا ونسمع هكذا، هل يسجل؟ يسجل، نعم يسجل، ما في صوت والله، يسجل؟ لا يسجل، لا يوجد صوت. طيب هذا على أون، ينبغي أن يكون جاري التسجيل. ألو؟ نعم. طيب كيف يعمل؟ يجب أن نختبره ثم نتكلم معكم. طيب فعلنا هكذا، والله ما أدري، يجب نوصله باللابتوب حتى يبين معنا هكذا. طيب كيف سيعمل من دون كهرباء؟ ربما يحتاج إلى شحن، ما نشحنه ثم نعود إليكم. كيف نشحنه؟
نشحنه هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مشغول ما عندي وقت زيادة. من هنا هكذا. ها أنا ما كنت أدخل الميكروفون بشكل كامل. نعيد التجربة. لا يوجد مؤشر ولا يوجد شيء. نضع السماعات هكذا. هل يوجد صوت؟ هل يوجد صوت؟ لا يوجد صوت. صوت 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 صوت. لا يوجد صوت. لا يوجد صوت. أفضل. ماذا نفعل؟ نغلقه ونشحنه قليلا أو كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان ينبغي أن أجرب قبل التصوير، أليس كذلك؟ سبحان الله، شيء غريب. نعم، وهكذا نضمن أن الطفل يقرأ ولا يلعب ما أدري أسماء الألعاب الغريبة العجيبة، وبعد التجربة نكمل معكم. نعم، تركت الكاميرا وقتها وذهبت ومر يوم والآن عدت إليك والآن عدت إليكم من جديد. الجهاز يعني يعمل بشكل جيد جدا. نفعل هكذا فيسجل، نغلق الزر فيوقف التسجيل. يمكن أن يسجل 10 ساعات متواصلة إذا شحناه ساعة واحدة فقط، ويتسع ل 180 ساعة تسجيل. هذه ليس دعاية للجهاز، ولكن أخذ رأيكم. ماهر، ما رأيكم بهذا؟ يعني أنا الهدف هو تعويد الطفل على القراءة. الوسيلة هي أن نختار مع الطفل الكتب الذي نراه ويراه مناسب، هو يختار أيضا النوع. بعد هذا تكون القراءة بشكل صوتي، وبالتالي نعود الطفل على القراءة، نعود الطفل على العمل، يعمل شيء ويكسب من خلاله مالا. ثالثا نبعد الطفل عن الجوالات وهكذا. ثم بعد هذا نأتي إلى الطفل ونقول له هذا أجرك تفضل، لكن الأجر الآن هو مبلغ كذا، إذا اشترينا لك به ذهب فسوف يصبح كذا وكذا بعد فترة. ونريه مثلا كيف كان سعر الذهب من سنة، مثلا سعر الغرام تقريبا 400 ليرة وكيف أصبح الآن 1000 ليرة، ونقول له انظر إذا خبأت هذا المال، إذا اشتريت ذهبا وخبأته فسوف يصبح كذا وكذا، ونشتري له شيء من الذهب مهما كان قليلا، وإن لم نشتري له نحسب له سعر الذهب ونقول له يعني لك جزء من هذه القطعة الذهبية بمقدار كذا. طبعا هذا الطفل عندما يكون واعي في 7 سنوات 8 سنوات وما فوق فيتعود على الادخار ويتعلم أن الادخار مفيد وأنه يستفيد من التضخم، وبالتالي نطور عنده الثقافة المالية فلا يشتري إلا ما يحتاج، ونطور عنده الثقافة المعرفية فيقرأ كثيرا، ونطور عنده الثقافة الاجتماعية فلا يطلب من دون أن يعمل، يتعود أن يعمل وأن يحصل على مقابل وأن لا يقف أبدا بلا عمل. ما رأيكم بهذه الطريقة؟ وهل عندكم طرق أخرى تساعدنا على تعويد الطفل على القراءة وتعيننا على إبعاده عن الألعاب وغيرها؟ طبعا لن نستطيع إبعاده، لكن نحاول لنستطيع بمقادير معينة، وإن كان يجب علينا نحن أيضا أن نقوم بتصميم وإنشاء ألعاب مناسبة نفرح عندما نرى الطفل يفعلها أو يلعبها، بدل أن يحترق قلبنا كلما رأيناه نلعب. كانت الألعاب في السابق ما أجملها، ربما كنا نعتبرها تضيع وقت أو هكذا، لكن كانت ألعاب جميلة جدا. كانت الطلاب أو الأطفال أو الأولاد في السابق يلعبون ألعاب تحرك جسدهم، تنمي تطور جسمهم، تنمي عضلاتهم وهكذا. أما الآن فصرنا نرى الطفل هكذا، لا تتحرك عضلاته ولا ربما يشتغل عقله بشيء ينفع ولا تتضرر عينيه وهكذا. المهم نوقف التسجيل هنا، نوقف الفيديو هنا، نلتقي بكم في حلقات قادمة. الهدف من هذه الحلقة ليس أن أعطيكم معلومة، بل أن أخذ رأيكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.